يا صغيرتي، لقد طلبت مجموعة من صناديق الخضار، ولكن البائع لا يملك فكة ليقوم بإرجاع النقود لي، فهل معك ما أفك به هذه الورقة النقدية؟ لحظة يا أمي، هذه 10 قطع نقدية، يمكن أن نستبدلها بالورقة النقدية التي معك يا أمه. شكراً يا حبيبتي. لم أفهم ما جرى، أليس مع ماما نقود كافية لتدفع للبائع؟ بلى، معها مبلغ إضافي أيضاً، ولكنها لا تحتاج إلى الورقة النقدية كلها، بل إلى جزء منها. الورقة النقدية تساوي 10 قطع نقدية، ولذلك بادلت أمي الورقة بعشرة قطع لتدفع جزءاً من القطع العشرة إلى البائع. والآن لنقم باستكمال واجبنا المنزلي، ثم لنعود للعب. مرحباً يا قيس. مرحباً يا سلمى. أهلاً أزرق، هيا اجلس معنا وتعلم. السؤال هو مع أحمد 8645 قرشاً، دفع فاتورة بقيمة 3628 قرشاً، فكم بقي معه؟ هل مع أحمد نقود كافية لدفع المبلغ المترتب عليه يا قيس؟ نعم، النقود التي معه أكثر مما سيدفعه، لأن 8645 أكبر من 3628. أحسنت يا قيس، والآن فكر معي، سيقوم أحمد بدفع الفاتورة، فهل ستزيد نقوده أم تنقص؟ ستنقص طبعاً. إذن هيا يا بطل، عبر عما ذكرته بعبارة رياضية. يجري عملية الطرح كالتالي: 8645 ناقص 3628 يساوي. هيا ابدأ بالطرح كالمعتاد من الآحاد يا قيس. 5 ناقص 8 يساوي لا نستطيع ذلك، فالخمسة أصغر ولا يمكن أن نطرح منها 8. العدد 8645 كبير وكافي، ولكن آحاده غير كافية للطرح، ولذلك سنقوم بأخذ 10 واحدة من منزلة العشرات ونفكها إلى واحدات، فتصبح لدينا 13، ونضيف 10 إلى الخمسة فتصبح 15، كما حدث مع ماما والورقة النقدية، إذ فكتها أمي إلى واحدات لتتمكن من الدفع للبائع. الآن ما ناتج 15 ناقص 8؟ 7. والآن نطرح العشرات: 30 ناقص 20 يساوي 10، ثم نطرح المئات: 600 ناقص 600 يساوي 0، ونطرح الألوف: 8000 ناقص 3000 يساوي 5000. إذن ناتج طرح 8645 ناقص 3628 يساوي 5017. أحسنت يا قيس، إن 5017 قرشاً هو الفرق بين ما دفعه أحمد وبين ما كان معه. هناك طريقة نستطيع من خلالها إيجاد الناتج بشكل أسهل كما يلي: أولاً 8600 ناقص 3600 يساوي 5000، ثم نطرح 40 ناقص 23 يساوي 40 ناقص 20 ناقص 3 يساوي 20 ناقص 3 يساوي 17. إذن الجواب 5017.
أزرق. أرأيت يا قيس، أليست طريقة سريعة وسهلة؟ وأعطتنا نفس الإجابة؟ أنت دائماً لديك طرق مميزة في الحل يا أزرق. يا لنا من فريق عظيم.